أخبر الله الملائكة بأنه سيخلق بشرا من طين، وكانت الملائكة تخاف أن يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ولكن الله سبحانه يعلم ما لا يعلمون. فخلق الله سيدنا آدم عليه السلام من الطين الموجود بجميع أنحاء الأرض ليخرج من بني آدم الأسود والأبيض والأحمر والأصفر بجميع أشكالهم وألوانهم. ونفخ الله في آدم عليه السلام من روحه، فكان آدم أبو البشر والسيدة حواء أم البشر. ثم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم إكراما له. سؤال الحلقة: لما خلق الله آدم عليه السلام؟